أن لم تغب عنها قذائف النظام، فالصفوف صباحا للتعليم وبعد الظهر مكان بديل لمن فقدوا منازلهم. للبرد حين يأتي ليلا طعم العذاب والرحيل المر في مدرسة أخذ القصف نوافذها يسكنها النازحون في ريف حما، حتى إذا أيقظ البرد صغارهم عمدوا إلى إغلاق النوافذ بما تيسر من حجارة منت عليهم بها مخلفات القصف من دمار وخراب، إلا من أسعفه الوقت ليصطحب معه سجادة يعلقها على نافذة من ليل تشرين البارد. يعني طلعوا احنا نازحين بريف حماة الشمالي، صارت منتشر نازحين، يعني قاعدين مع الطلاب ولا ابوه ولا شبابيك وعبتاك المدرسة غزايل طلعوا ومصابين وايش بدنا يعني. عند الصباح لا يكاد النازحون يظفرون بشيء من دفء أشعة الشمس حتى تتضح معالم مشكلة أخرى، وقد قصد الطلاب مدرستهم ليتعلموا منها ويلعبوا فيها، لكن ليس بعد أن شغلها النازحون من مناطق أكثر سخونة أو أتى عليها القصف في مناطق أخرى، لتقع الإدارة بين أمرين ليس أحلاهما أن تطرد النازحين أو تقضي على فرصة الطلاب بالتعليم، لتظل المشكلة قائمة دون حل ناجع أو مساعدة من أحد. بسيط خبز ما في. في هذه المدرسة تقاسم الطلاب والنازحون صفوف الدراسة في حل لم تجد إدارتها أفضل منه، لم يعالج الحل المشكلة نهائيا، إذ ظل عدد من الطلاب دون صفوف تأويهم، وقد اختاروا الفراغ على أن يزيدوا معاناة النازحين ومتاعبهم، لكن المشكلة لو طالت سينجم عنها مشاكل أكثر وأشد خطورة. شددت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلي